الناحيه العلميه مهمه. اللجنه الخماسيه دلوقتي يا دكتور، يعني هاني مشي ولجنه خماسيه بتدير، البعض شايف ان هي لجنه وصايه من الفيفا، والبعض شايف ان هي متصادمه مع السياده المحليه، انك في الاول وفي الاخر لجنه جايه بتبعيتها للاتحاد الدولي. ايه مساحه النجاح اللي قدامها؟ هو شوف شوف، انا كتبت على اللجنه الخماسيه طبعا كتير. وطبعا انا اعرف الاخ عمرو وفضل، ده كان زميل ابني في المدرسه وكان فنان في البيت ومجموعه حلوه، الدكتور جمال شخصيه كويسه جدا. بس هو السؤال هنا مين اللي بيدير اتحاد الكوره؟ انا بقول لك مش هم، مش هم. الفيفا وفاطمه زموره دي بتدير الكاف وبتدير الاتحاد المصري. ها ثلاثه بييجوا دايما يشوفوا مصر وبيعملوا كل حاجه بيعملوها. ما هم اكتشفت ان بدهم مرتب كبير. ايوه يا فندم، ما دي النقطه. هل ده مظبوط؟ ايوه. هم مش لجنه دي اكزيكتيف، يعني ملهاش علاقه بالجمعيه العموميه، هي لجنه موظفه عند الاتحاد الدولي لاداره مرحله وتقديم التقارير. وعلى فكره المفروض ان لهم 3 اشهر وهيقيموا يستمروا ولا يعملوا ايه من قبل الفيفا. انا قلت في الكلام، وعلى فكره دي نقطه قوه مش نقطه ضعف لو عايزين يشتغلوا صح. لا انا قلت يا باشمهندس عادلي، لو الدنيا كده يبقى كل ده غلط. هي الدنيا كده، ما انا بقول لك يبقى غلط ليه. وكان معانا المهندس ماجد نجاتي يوم الخميس، وكان مترشح وحكى لنا على الانترفيو اللي عمله. ماجد نجاتي رئيس ام بي، شخصيه محترمه يعني. لا طبعا كان في توجيه يعني من فوق شويه، لكن انا بقول لك اللجنه دي يعني هتخطى حكايه الفلوس اللي خدوها بياخدوها. بس انا برضو كتبت فلوس اتحاد الكره ما تدفعهاش، لازم الفيفا تدفعها، وده اللي بيحصل. انا ما اعرفش. لا هم موظفين في الفيفا، يعني هو اللي بيدفع تكلفتهم. اتنين، انك انت تبقى جاي بجوب ديسكريبشن، انت جاي ليه؟ وموجود، وده موجود، تصور في خطاب تكليف من 5-6 عناصر، ده المطلوب منهم، بس ما بيتعملش منه حاجه، مفيش حاجه خالص غير تسيير شؤون الكره اليوميه. انت عندك، ما هو انا بقى انا كتبت عليها، بقول لك ايه، دي زي حكومه تسيير الاعمال. زي مثلا لبنان دلوقتي، ايوه، مش لاقيين حكومه فيجيبوا الحكومه القديمه تعمل تسيير اعمال. اللجنه الخماسيه بتيسر اعمال، يعني انا مش عايزها. تكلف مكلفين بـ 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 بالنظام الاساسي بتعديله، مكلفين ب اللوائح والجمعيه العموميه، ضبط اللوائح وتنقيه الجمعيه العموميه والتمهيد للانتخابات، كل الحاجات اللي مطلوبه. انا بقى يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي، انا بقى ضد الكلام ده. يعني الناس دي ملهاش حاجه في الناحيه الفنيه خالص؟ لا لا، انا كتبت لو الناس دي بتشتغل صح، وكتبت انا افرض انا هم دول يفرضوا ويطلبوا من الوزير، والوزير يطالب لهم ان انا ليه ما اعملش تدريب للمدربين وعلى اعلى مستوى، ومدربش اداريين جداد، واعمل خطه جايه. وده لازم يتم. ايه المشكله ان انا اعمل الكلام ده يعني؟ انما واضح ان هم يعني ايه محطوطين في سيركل، حلقه كده مش هيخرجوا، ما بيتحركوش منها. خدتهم تفاصيل الاداره اليوميه. ما انا بقول لك انت ما ده انيا اللي عشان زعلت. لا طبعا، يعني ما كانش عندي استراتيجي وتكتك، انا ماليش لازمه. فهذه المشكلة، انك انت دلوقتي ضيعت مني كمان سنة وسنة ونص، ما فيش حاجة عملتها. طب ايه اللي من اللجنة اللي بتقولوه ده، يعني طب يعملوا ايه؟ جمعية العمومية نقي، مش طب نقي ايه؟ طب ما النقي بتتعمل في 5 دقايق يا شغلانة يعني. شغلانة النقي تاني. صحيح. لكن هل عمل دراسة فيوتشرولوجي مستقبلية؟ ان انا مثلا شوية شبان صغيرين الجامعه الامريكيه خلاف اجيب دول ادربهم يبقوا اداريين في الكوره، واخد من النوادي شويه وفي التسويق وفي التسويق وكلام يعني. ما انا عشان كده انا يعني انا احب الناس دي كلهم يا جماعه. انا معترض على الاداء اللي بتدوه، بس لا انتوا ناس محترمه وكل حاجه، بس لا ما ينفعش انك انت تعمل تيسير اعمال زي ما بقول باشمهندس عادل. يعني ايه تيسير اعمال؟ يعني اروح افتح الدكان الصبح وارش شويه ميه وامسك المنشه انش البتاع؟ لا هو مش دي. على فكره يا فندم، هو مش تيسير اعمال، هم استغرقتهم التفاصيل. انا بقول استغرقته يعني انا جاي اعمل نظام اساسي، جاي اجهز الانتخابات قادمه، جاي انقل الجمع، يعني اغير الاستراتيجي بتاعه الجمعيه العموميه، جاي
ففوجئت ان انا عندي تفاصيل اداره الدوري. لازم يا باشمهندس عدلي، ما هو الديلي ورك ده غصب عنه لازم هيعمل انفولفد فيه، لازم عنه طيب ما كان موجود بقى حسب اللائحه القديمه ان في مدير اتحاد وكان بدا في الملفات دي ثروت ثروت سويلة كان بدا يتحرك، يعني جات جوابات للانديه عشان يعمل رابطه المحترفين مثلا. مثلا اشتغلت رابطه المحترفين ليه؟ مثلا اشتغلت فيها ليه؟ واللي هي الحل الحقيقي يعني الحل اللي يخلي اتحاد الكوره يبقى استراتيجي يعني بتاع سياسات. انا رايي يا باشمهندس عدلي الدوله هنا كان لازم تتدخل، ما تقوليش مين في الدوله مش دعوه، تتدخل الناس دي تبقى عندها حاجات اوسع من هذا، مش الجمعيه العموميه والبتاع دي كلها. وكل ما تيجي الدوله تتدخل يقولوا لها الاتحاد الدولي يقول لا لا انا بتكلم انا كدوله بتكلم مع الفيفا، هم ما يقدروا يقولوا حاجه. لا طبعا ما يقدروش يقولوا حاجه. يا باشمهندس عدلي انا حليت اتحاد الكوره مرتين، حد نطق تناسي ولا ايه؟ لا مش حليتهم خناقتكم مع الاهلي؟ لا لا طبعا وخليتهم من اللجنه الاولمبيه ما احنا جايين حضرتك اكنك ماذا لو حليت الزمالك ده في ماتش القمة. ايه بقى جينا نحل الاهلي؟ قلت لا الا الاهلي والله العظيم حتى ولا كان اياميها في خلاف كبير وانت عارف الكلام ده كويس بين كابتن خطيب وحسن حمدي وثلاثه كابتن عبد الصالح، بس انت حليتها حل عبقري عبقري. انا حليت حل قانوني ولا اجدع مشوار كله في العالم يحلها، طرح ودي اللي جابت الكابتن صالح سليم رئيس. أيوه هي اللي رجعته تاني، ده نفس الجمعيه كانت في صندوقين تقترع على صاحب الثقه وتنتخب المجلس الجديد. لو ده اتسحبت الثقه هنفرز هنا، ما اتسحبش الثقه يبقى كده ده ما تمش. والله العظيم ولا